خيط الروح من أهم الإكسسوارات التقليدية التي يتم التزين بها، وهو عبارة عن عقد مصنوع من الذهب الخالص أو من الفضة، ويكون مرصحا بأحجار كريمة براقة ذات الحجم الكبير أو الصغير، وترتديه الجزائريات بشكل أساسي مع الزي التقليدي الكراكو أو الأقويط، الذي كانت الطبقة الأستقراطية العاصمية تتزين وتتفاخر به سواء كان في الأعراس أو في مناسبات الختان، كما كان يرمز لمدى مكانة المرأة المرموقة ولأية طبقة برجوازية تنتمي إليها. كما كانت ترتديه التلمسانية مع الشدة، الزي التقليدي المنتشر كثيرا في غرب الجزائر، ومن هنا نرى أن أصله من الجزائر العاصمة، وهذا ما تؤكده الصور واللوحات الفنية القديمة. وكيفما يكون الزي الذي ترتدي معه المرأة الجزائرية خيط الروح، فإن ارتداءه يكون دائما على الجبين. يتداول في الشوارع الجزائرية موروث شعبي قديم وشهير جدا على غرار الحديد الشديد والزينخ زينة، حيث يلخص هذان المثلان مدى علاقة المرأة الجزائرية بالحلي والمجوهرات الجميلة، فهما يختزلان ثقافة الادخار والاستثمار لديها، وتكتسب ذلك منذ نعومة أظافرها. ومن هنا نستخلص الوظيفة الرمزية التي كانت تؤديه تلك الجواهر التي تسقل بأنامل وإبداع الصائغ، حيث يتفنن في ابتكارها واستنطاق جمالها الأخاذ، ويحورها إلى تحفة فنية تشكيلية بديعة، يرمز كل شكل منها إلى معنى وعبرة حصيفة ذات دلالات مقصودة. اشتهر خيط الروح أو ما يسمى بالزعوف باللهجة الجزائرية لدى سكان الضفة الغربية قبل أن يذيع صيتها ويصبح ذات شعبية واسعة النطاق في كل أقطار البلاد، فهو متجذر في عمق التقاليد والأعراف الجزائرية، كما أنه متوارث بين الأجيال باعتباره موروثا ثقافيا شعبيا وذا أبعاد فنية ينبغي الحفاظ عليه وعلى أصالته، وهذا ما جعل العائلات الجزائرية إلى يومنا هذا تحافظ عليه منذ القرن 18 ميلادي. يعود أصل هذه الجوهرة الثمينة إلى الحقبة العثمانية في الجزائر سنة 1515 إلى 1830 ميلادي. أما بالنسبة لتسميته بخيط الروح فقد اختلفت وتباينت الروايات حوله، فهناك من يقول أنه سمي بهذا الاسم لأن العقد يشبه خيطا رفيعا كان يوضع على الرقبة قديما، كما أن العاصميين يطلقون على الرقبة اسم الروح، ومن هنا استمد هذا الاسم، كما نسبت تسميته لأسطورة أخرى تروي أن عائلة عريقة من مدينة الجزائر العاصمة زوجت ابنتها إلى رجل فقير وطيب، وبحكم ما هو عليه فقد أهدى زوجته يوم زفافه عقدا من الذهب، ونظرا لصغر حجمه لم تستطع الزوجة أن تزين به رقبتها. وكما تقول الأسطورة، فإن أم العروس لم تتمالك نفسها فصرخت مدوية بلهجة عاصمية: بوع لي هذا جبل خيط الروح. فهرخ الأب إلى العروسة مسرعا ووضعه على جبين ابنته لتتزين به وتتميز عن غيرها في طريقة ارتدائه، ومن تلك اللحظة أصبحت هذه العادة، وقد زاد هذا العقد جمالهن روعة وسحرا يأسر الناظرين. هذا ويوجد حاليا ثالث نماذج في المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية بالجزائر، يتكون من قطعة مركزية وهي عبارة عن زهرة أو أشكال متنوعة قوامها وريقات نباتية تأتي على جانبيها أزهار ووريقات أخرى بشكل تناظري، كما أنها مرصعة بالألماس، وقد أضحت هذه الحلي واحدة من أغلى المجوهرات لدى الجزائريين وأكثر قيمة، بحيث لا يخلو أي حفل زفاف من خيط الروح، وهذا ما جعل الكثير من الأولياء يطلبه مهرا لبناتهن. لذلك نرى أن جميلات الجزائر لا يستطعن التخلي عن هذه الحلي التي تزيدهن جمالا وجاذبية، ورغم غلاء سعره وتكلفته إلا أنه جوهرة نادرة يجب أن تتزين بها وتبرز مدى ما تتميز به المرأة الجزائرية من تعلق وتمسك بتلك العادات والتقاليد المتميزة.